تنوع الرخويات. تصنف الرخويات في 3 طوائف بناء على الاختلاف في تركيب كل من الصدفة والقدم. الطائفة الأولى بطنية القدم، أكبر الطوائف الثلاث، وسميت بهذا الاسم لوجود قدم لها تحت المعدة من الجهة البطنية، ولمعظم بطنيات القدم صدفة واحدة كالحلزون وأذن البحر، وبعضها ليس لديها أصداف ولكن تفرز طبقة من المخاط. تعيش بطنية القدم في البيئات المائية المالحة العذبة واليابسة الرطبة. الطائفة الثانية ذات المصراعين، للرخويات ذات المصراعين صدفتان، وهي بطيئة الحركة ومنها الأسقلوب، ويعيش معظمها في البيئة المائية المالحة، والقليل منها يعيش في المياه العذبة. تضم ذات المصراعين المحار بأنواعه المختلفة ببلح البحر الذي يلتصق بالصخور بمادة لاصقة يفرزها جسمه. وإذا أردت البحث عن المحار فإنك تحتاج أن تحفر عميقة، لأنه يستعمل قدمه لكي يغوص بعيدا داخل الرمال المبلل. الطائفة الثالثة رأسية القدم، إن أفضل وصف لهذه الرخويات هي أنها حيوانات سريعة ولها قدم من جهة الرأس، وتضم هذه الطائفة الحبار والسبج والأخطبوط. والقدم في هذه المجموعة مقسمة إلى أذرع ولوامس، وفيها ممصات تستعمل للإمساك بالفريسة. على الرغم من عدم وجود صدفة خارجية صلبة لمعظم رأسيات القدم، إلا أن لديها وسائل دفاعية متعددة. فالأخطبوط يضخ الماء من السيفون ليهرب من الخطر، وهو يختبئ في الشقوق أو الكهوف خلال اليوم، أما خلال الليل فيخرج بحثا عن فريسته. يطلق الأخطبوط مادة حبرية عندما يشعر بالخطر، تشكل غيمة من الماء، ويعتقد العلماء أن هذه المادة تربك الأعداء، وقد تكون مادة مخدرة للأعداء.